بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. عليكم السلام، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيات المباركات في أواخر سورة التغابن في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات من آخر سورة التغابن يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يتنبهوا، فإن من بعض الأزواج والأولاد عدوا لهم. وقال من إن من أزواجكم، يعني ليس كل الأزواج وإنما بعضهن عدوا لكم، يخذلون عن طاعة الله وعن الإنفاق في سبيل الله، وعن والأولاد أيضا يبخل الوالد بالمال من أجلهم ليوفر لهم، أو هم أيضا يتغلبون عليه في أن يأخذوا على يده عن الإنفاق في سبيل الله. هذا وجه العداوة. وكذلك من ناحية أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإن من الزوجات من تحتاج إلى اهتمام من زوجها لأنها تقصر في حق الله سبحانه وتتكاسل عن أداء الفرائض، كذلك الأولاد يحتاجون إلى عناية بهم في أمرهم بالصلاة وأخذهم للمساجد، الصبر على ذلك، وهذا لا شك أن فيه مشقة وأنهم يمانعون ويثقل عليهم ذلك، فيحتاجون إلى تنبه وإلى صبر وإلى أخذ على أيديهم في طاعة الله عز وجل، لأن ذلك خير لهم. ولو أطاعهم وليهم في التكاسل والإهمال لتضرر الجميع، فإذا أخذ على أيديهم ورباهم على الخير تربوا واعتادوا ذلك وسهل عليه أمرهم. فهذا فيه تنبه لبعض الزوجات وبعض الأولاد في الأخذ على أيديهم، وخصوصا في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن
والمغريات، فالأولاد يريدون أن توفر لهم وسائل اللهو، وكذلك الزوجات بعض الزوجات تريد أن توفر لها وسائل اللهو وما يعرض في هذه الشاشات التي ابتلي بها المسلمون خصوصا والعالم عموما، ففيها شر. فإذا لم يحزم ولي أمر أهل البيت عليهم ويأخذوا على أيديهم هلك الجميع. وهذا لا شك يحتاج إلى صبر، والأولاد يتفلتون، والزوجات أيضا بعضهن تتثاقل، ولا سيما إذا كان لها صديقات قد ضلعن في هذا الشيء فإنها تقتدي بهن. ولا شك أن هذه مسؤولية عظيمة على صاحب البيت. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم. أثنى الله على نبيه إسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان عند ربه مرضيا. قال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالمسؤولية عظيمة على أرباب البيوت ومن فيها من الأولاد، الزوجات والبنات، مسؤولية عظيمة، وهو راع عليهم، مسؤول عن رعيته. فعلى أرباب البيوت وأصحاب البيوت أن يتحملوا مسؤوليتهم نحو زوجاتهم وأولادهم، خصوصا إذا كثرت الفتن عظم الخطر، ووجب الحذر من ذلك والاستعداد لمقابلته. فالمسؤولية عظيمة، ولهذا قال: فاحذروهم، أي احذروا أن تطيعوهم فيما يريدون مما ليس هو من صالحهم، لا في دينهم ولا في دنياهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا إن الله غفور رحيم، يعني استعملوا الصفح والمغفرة ولا تؤاخذوهم على كل شيء أو تغلظوا عليهم وتشتدوا عليهم، بل خذوهم بالرفق واللين والسياسة الطيبة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالله من صفاته أنه غفور رحيم، فيغفر لخلقه ويرحمهم، فأنتم خذوا من صفات الله عز وجل قدوة لكم في ذلك، في تعاملكم مع أولادكم وأزواجكم. ثم قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. تكرر هذا في القرآن أن الأموال والأولاد فتنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالواجب على المسلم أن يتحمل مسؤوليته نحو الأموال بإخراج ما يجب فيها من الحقوق، وبطيب مدخلها عليه، وعدم المغامرة في المكاسب المحرمة، فلا يحمله الجشع والطمع على أن يأخذ المال من أي طريق، بل يأخذه من الطريق المشروع المباح، وينفقه أيضا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفي مصالحه ومنافعه، ولا ينفقها في الإسراف والتبذير أو الأسفار المحرمة للنزهة في بلاد الكفار وبلاد الإباحية، وينفق الأموال في ذلك.
فعلى من أعطاه الله المال أن يراعي هذه الأمانة، وكذلك من أعطاه الله الأولاد أن يراعي هذه الأمانة فيربيهم على الخير ويعودهم على الطاعة ويكفهم عن الشر ويكف الشر عنهم أيضا، والله عنده أجر عظيم وعد من الله سبحانه لمن توقع هذه الفتن بالصبر والمعالجة الطيبة وحرص على السلامة منها من إثمها ومن مسؤوليتها، فإن له أجرا عظيما لا يعلم عظمه إلا الله، وهذا عند الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإنما والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. لما كان الإنسان يعني عرضة للخطأ وعرضة للعجز وعرضة فإن عليه أن يتقي الله حسب ما يستطيع في أولاده وأمواله، أما الشيء الذي لا يستطيعه فإن الله يعفو عنه، ولكن كونه يدخر شيئا من استطاعته ويهمل أو يفتح لنفسه باب الكسل أو يقول يصلحون فيما بعد أو ما أشبه ذلك من التعليلات، فهذا غلط عظيم. على المسلم أن يبادر بأخذ الحيطة والحزم لأنه ابتلي، فعليه أن يصبر وعليه أن يقابل هذا الابتلاء أيضا بالعلاج المفيد النافع. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا أمر الله ورسوله، اسمعوا ما يأمركم الله به وما يأمركم به رسوله، سماع قبول وامتثال، ولهذا قال وأطيعوا، ما يكفي أن تسمع ولكن لا بد أن تطيع أيضا، اسمعوا واسمعوا وأطيعوا. ثم قال وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أنفقوا من أموالكم التي جعلها الله بأيديكم وفتنكم بها، أنفقوا منها في سبيل الله حتى تسلموا من خطرها وتؤدوا حقها، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، خيرا أنفقوا خيرا. أما الإنفاق في الشر والإنفاق في الإسراف والتبذير فهذا لا يعتبر خيرا وإنما هو شر ووبال. وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه، هذه الآفة أن الإنسان يبتلى بالشح والبخل فيسأل الله السلامة من نفسه ومن شحها وبخلها، هذه زيادة على فتنة الأموال والأولاد. النفس أيضا فيها فتنة له في هذا الأمر، ومن يوق شح نفسه يقيه الله ذلك أولئك هم المفلحون. ولهذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف بالبيت ويردد اللهم قني شح نفسي، يردد هذا الدعاء، فدل على عظمة هذا الدعاء، لأن من وقي شح نفسه فقد أفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم رغب سبحانه وتعالى في الإنفاق في الطاعة وفي سبيل الله، فقال ومن يوق شح، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، تقرضوا الله، القرض معناه أن تدفع المال لمن ينتفع به ثم يرد بدله، هذا عند الخلق. أما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى القرض لأنه غني سبحانه، ولكن تقرض الله من أجل أن يعود عليك قرضك بالأجر والثواب، فما أنفقته فإنه قرض عند الله، تحتسبه قرضا مردودا عليك بالأجر والثواب والخير، فلا تعتبره أنه خسارة وأنه نقص في المال، بل هو ينمي لك هذا المال ويوقع فيه البركة والخير. تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، يعطيكم أضعاف ما دفعتم إذا كان ذلك على وجه الاحتساب لوجه الله، لأن الخير بيد الله
وإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم وأيضا يغفر لكم ذنوبكم وما قصرتم فيه. فأحسن التعامل مع الله في نفسك وفي مالك وفي أولادك وما ولاك الله عليه ويغفر لكم، والله شكور حليم يشكر لكم. من أسماء الله جل وعلا الشكور، الذي يشكر لعباده إذا أحسنوا إذا بذلوا إذا أنفقوا فإنه يشكر لهم هذا ويجيرهم عليه ويثيبهم عليه. حليم لمن قصر لا يعاجله بالعقوبة، فالله شكور لمن أنفق وبذل، وحليم لمن قصر. هذه من صفات الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفسير هذه الآيات المباركات. نذكر السادة المشاهدين بتليفون البرنامج 011-80-88-3 لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. معنا المتصل الأول عبد العزيز من الرياض، تفضل عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن عليكم شيخنا الله يسلمك. تفضل. عندي ثلاثة أشياء الله يسلمك. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تتكحل وتخرج للرجال؟ هذا سؤال الله. طيب يجاوب الشيخ. نعم نعم. هل يجوز للمرأة أن تتكحل وتخرج للرجال أو تتحل وتخرج للرجال؟ طيب شكرا. الرجال الأجانب لا تخرج، لا تتكحل وتخرج لهم، بل تستر وجهها بما فيه من الزينة، تستره وتغطيه إذا خرجت. أما إذا كانت عند زوجها أو عند أولادها أو عند محارمها فلا بأس أن تكشف وجهها وأن تكتحل، لأن الاكتحال فيه نفع للعين وعلاج للعين مع ما فيه من الزينة. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة أن تلبس العباءة على الكتف المذكرشة والملونة وتخرج بها أمام الرجال الأجانب؟ شكرا. العباءة إنما جعلت للستر ولم تجعل للزينة، فلا يكون فيها زينة، لا يكون فيها زكرشة ولا فيها تطريز ولا فيها زينة، وإنما تكون سادة لا تلفت النظر، وتكون أيضا ضافية، تكون ساترة، ليست عباءة شفافة واسم عباءة وهي لا تستر. هذا تلاعب بالعباءة، إنما هي مثل الملاءة ومثل الجلباب، تكون ضافية وتكون ساترة وتكون فضفاضة وواسعة، تستر ما تحتها من زينة الثياب. طيب. هي القصد منها أنها تستر الزينة الظاهرة، تسترها إذا خرجت ولا تضعها على كتفيها، إنما تضعها على رأسها، فتكون من رأسها إلى عقبها لتستر جميع جسمها وتحتشم بها، فهذا هو شأن المسلمات. نعم. شكرا فضيلة الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير. نعم. بخصوص صلاة العشاء للمرأة، الأفضل أن تؤخرها. السؤال، هل أجرها أكثر في وقتها أم في تأخيرها؟ نعم. أعد السؤال. بالنسبة لصلاة العشاء، يقول فضيلة الشيخ، صلاة المرأة، هل الأفضل أن تبادر بالصلاة أم تؤخرها؟ بالنسبة للرجال يصلون مع الجماعة. نعم. إذا عجلوا يعجل معهم، وإذا أخروا يؤخر معهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما المرأة فتفعل الأرفق بها، إن بادرت بالصلاة بعد دخول وقتها فذلك لها وقد أدتها في وقتها، وإن أخرتها فالوقت واسع، لكن لا تنساها أو تتكاسل عنها. فإذا كانت تخشى أنها تنشغل عنها أو أنها تتكاسل عنها أو تنساها فإنها تبادر بها ولا تؤخرها. نعم. من الأسئلة التي وردتنا، هل في الفضة زكاة؟ نعم، الفضة فيها زكاة مثل الذهب، ونصابها نصابها 100 درهم، 100 درهم وهي 140 مثقال، وفي الريال السعودي الفضي
56 ريالا، هذا نصابها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، تقول الأخت: زوجي يقوم بضربي وهو سيء العشرة عند أتفه الأسباب، ولا أستطيع أن أعيش معه، وأنا أدعو له وأقوم بشتمه. نعم، اصبري عليه، وربما يكون الخطأ منك، فلا تثيريه يحتاج إلى الضرب أو الغضب، فراعي نفسه وراعي خاطره مهما أمكن ذلك، واصبري عليه. وأظنك إذا أحسنت العشرة معه وأحسنت السياسة معه أنك تستميلينه ولا يغضب عليك ولا يضربك. أما إذا كان يضرب بدون سبب واستمر على ذلك فأنت أدرى بنفسك في المخرج منه. نعم. يقول السائل والسائلة، تقول: شيخ، عند ختمنا للقرآن نقوم بإعداد حفلة بسيطة ونقرأ دعاء ختم القرآن ونجمع الأولاد والبنات من أقاربنا. لا بأس بذلك، هذا من التشجيع على حفظ القرآن ومن إظهار الفرح بحفظ القرآن، فالحفل لأجل حفظ القرآن هذا شيء طيب. وأيضا دعاء الختم كان الصحابة يعملون هذا، كان إذا أراد أحدهم أن يختم القرآن دعا رفقاءه وإخوانه وحضروا عنده ودعا وهم يؤمنون على ذلك ليحصل الجميع على الأجر. فهذا من العناية بالقرآن ومن تشجيع حفظة القرآن. نعم. نأخذ حسن من الأفلاج، تفضل يا حسن. أبو حسن، تفضل. أبو حسن، السلام عليكم. عليكم السلام. اكسر التلفزيون شوي أبو حسن، اكسر التلفزيون شوي، تفضل. أيه. تفضل يا أخي. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. نعم. السؤال الأول، نعم، عندي أرض لها 5 سنوات تقريبا، في ناس يقولون زكى وفي ناس يقولون لا زكيها، هل زكيها؟ لأني ما عرضتها للبيع، مخليها قلت انكبر العيال عطيتهم اياه، ولا ان جاء فيها قيمة طيبة بعتها، ما حكم ذلك؟ طيب، يجاوب الشيخ، يجاوب الشيخ لحظة. إذا كان نيتك في الأرض البيع فإنك تزكيها، كل ما مضى عليها سنة تثمنها بما تساوي وتخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة وسعرها الحاضر. أما إذا كنت ادخرتها لحاجتك أو حاجة الأولاد في المستقبل ولم تنوي بيعها فليس فيها زكاة. نعم. طيب، السؤال الثاني أبو حسن. أنا أقول إذا كان مثلا جاني فيها قيمة طيبة بعتها ولا خلاتها للعيال، يعني ونيتي كذا وكذا. إذا كنت ما عزمت على بيعها فليس فيها زكاة، أما إذا عزمت على بيعها 100% ففيها الزكاة. طيب. نعم. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، ما حكم وما هي نصيحتك للذين يحملون الشعارات الدولية والرياضية داخل الحرم وهم محرمين حول البيت؟ شكرا. الشعارات المحرمة التي فيها علامات الكفار أو مدح الكفار هذه لا يجوز لبسها لا في الحرم ولا في غيره، وإنما يكون اللباس خاليا منها، لا سيما في حق المحرم والداخل في الحرم لا يحمل هذه الشعارات الكفرية أو شعارات الضلال، يبتعد عنها. نعم. أحسن الله إليكم. هل ورد حديث الشيخ رحمه الله امرأ صلى قبل العصر 4؟ نعم، حديث صحيح، من صلى قبل العصر 4 بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا ليس راتبة، هذا من النفل المطلق. نعم. يقول السائل الذي أرسل بسؤال قبل البرنامج: من أجرى يا شيخ عملية في عينه في وقال له الطبيب هذه مدة معينة لا تركع ولا تسجد كالمعتاد، بل أومي في ركوعك وسجودك جالسا، فما الحكم في ذلك؟ نعم، يعمل برأي الطبيب لأن هذا من صالحه وعلاجه، فيصلي قائما إن استطاع، وإن لم يستطع يصلي قاعدا ويومئ بالركوع والسجود برأسه
ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيماءه للركوع. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: من هم الذين يجب علي وصلهم من الأرحام؟ كل من تربطك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو من جهة الأم فهم من ذوي الأرحام الذين تجب صلتهم. نعم. هذا الأخ عبد الله من الجنوب يقول: ما حكم نكاح الشغار وما حكمه في الشريعة وما هو مثاله؟ نكاح الشغار باطل، وصورته أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، بل تجعل المرأة مقابل المرأة، هذا نكاح باطل نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان بينهما مهر لكل واحدة كالمعتاد فهذا محل خلاف بين العلماء، وتجنبه أحوط وأولى. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذه الأخت تقول: أنا أقوم بالبيع والشراء في الذهب، وذلك من المحلات التي تبيع الذهب عن طريق الشبكة أو بالتقسيط، فما رأي الشيخ في ذلك؟ إذا كنت تشتري الذهب بدراهم أو بنقود فهذا صرف، يسمى بالصرف، لازم من حضور العوضين في المجلس، ولا بد من التقابض، لا تتفرق وبينكما شيء. نعم. نذكر مرة ثانية بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح الفوزان: 011-8883-3. 011-8883-3. فضيلة الشيخ، هل يشرع السلام على أهل المقابر عندما أمر بسيارتي للمقبرة وهي بجانب بيتي، فهل يشرع لي في كل وقت أم مرة واحدة؟ إذا كنت تمر بها تمشي أو على سيارك أو على دابة يستحب أن تسلم عليهم، فتقول: السلام عليكم يا أهل القبور، أو السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا مستحب، كل ما تمر على المقابر تدعو بهذا الدعاء لهم وتسلم عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ أبو عبد الله: ما الذي ينبغي في المصافحة عند دخولنا المجالس؟ هل نبدأ باليمين أم بالأكبر فالأقدر؟ تبدأ بالأكبر أو الذين لهم قدر في العلم وغير ذلك، تبدأ بهم ثم من على يمينهم، ثم على من على يمين الكبير الذي بدأت به حتى تكمل الجالسين. نعم. تفضل يا خميس من مكة. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أخي عندي سؤالين لو تكرمت. تفضل. أنا عندي أبغى أسأل الشيخ متى تبدي أذكار في المساء؟ طيب. والسؤال الثاني، عندي العيال تعبانين لها 3 أشهر، يعني شبه فاقد الذاكرة، ولا تصلي ولا شيء، بشوف علينا شيء. طيب، شكرا. نعم. السؤال الأول: أذكار المساء متى تبدأ؟ تبدأ إذا زالت الشمس، إذا أتيت بها بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، فلا بأس، كله وقت، الحمد لله، كله في المساء. نعم. يقول: عنده أحد الأبناء فاقد للذاكرة بالنسبة للصلاة والعبادات. إذا لم يكن عنده عقل ولا تصور فليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتكليف يتبع العقل، مرتبط بالعقل، فإذا فقد العقل فلا تكاليف، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ عبد الله: اعتمرت أنا وزوجتي وكانت منقبة، وكنا نجهل الحكم ولم نقرأ شيء في المناسك، ما توجيه الشيخ لنا؟ توجيه: أولا، ينبغي لمن يريد الحج والعمرة أن يقرأ عن أحكامهما في المختصرات، المناسك المختصرة الصحيحة، ليكون على معرفة وعلى بصيرة.
هذا من حيث الاستعداد للنسك، أما من حيث أنها أحرمت وهي منقبة واستمرت منقبة فهذا من محظورات الإحرام، لكن ما دامت تجهل الحكم ولم ينبهها أحد على ذلك حتى انتهت فليس عليها شيء، أما لو نبهت أو تنبهت في أثناء الإحرام فإنها يجب عليها المبادرة بنزع النقاب وجعل غطوة شيلة محله تستر الوجه. نعم. أبو خالد من الطائف، تفضل أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. ترى في ارتداد. أبو خالد اقصر التلفزيون شوي، اقصر التلفزيون في تردد بيننا وبينك، تفضل. طيب. تفضل. نحن ثلاثة أخوان، الكبير يملك أرض ونريد بناءها، فاتفقنا على أن البناء يكون على اثنين من الأخوان بحيث يملك صاحب الأرض نصف العقار فيما بعد، والاثنين الآخرين الذين بنوها لهم النصف. السؤال، هل يجوز القرض بأن يرهن البنك الصك ينقله من اسم الكبير للبنك وبعد السداد ينقله باسم الأخوين تحت مسمى عقد الإيجار؟ طيب شكرا. أما الشركة أنكم اشتركتم، واحد له الملكية الأرض وواحد له عليه نفقة العمار، هذا لا بأس به إذا اتفقتم على ذلك. وأما قضية ما يتعلق بالبنك العقاري فهذا لازم تراجعون البنك العقاري وهو يتصرف معكم حسب النظام الذي عنده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، أبو إبراهيم، لي أخت وهي امرأة صالحة أحسبها كذلك ومؤدية للفرائض ومحافظة، ولكن يا شيخ تأتيها وساوس شيطانية، هل يعد هذا من صريح الإيمان مع أنها قائمة بأوامر الله؟ إذا لم تتكلم بالوساوس فليس عليها شيء، وهو صريح الإيمان، إذا كرهت ذلك ولم تتكلم به فهذا صريح الإيمان ولا يضرها إن شاء الله، فلا تتكلم به. وأيضا عليها أن تستعمل الورد حينما تحس بشيء، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فتستعمل الاستعاذة عند حدوث هذا الشيء وتستعمل الورد وتنسى هذا الشيء ولا تلتفت إليه ولا تتكلم به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول شاب، أنا تخرجت ولم أؤدي فريضة الحج حتى الآن، وفي خاطر الزواج، بأيهما أبدأ؟ إذا كان عندك مال يسع نفقة الحج ويسع الزواج فحج أولا ثم تزوج، إذا كان ما يسع إلا أحدهما وأنت تخاف على نفسك إذا لم تتزوج، تخاف على نفسك العنت، فإنك تتزوج، تبدأ بالزواج. نعم. أبو ركان من المدينة النبوية، تفضل أبو ركان واسمعنا من الهاتف. أبو ركان قصر على التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أقول لك يا شيخ عندي سؤالين. في ارتداد. السؤال الأول، أبو ركان قصر على التلفزيون شوي. تفضل. بخصوص السيارة اللي بالتملك، إذا كان دفعة أولى ودفع وأقساط متتالية ودفعة أخيرة وبعدين تمتلك السيارة. طيب يجاوب الشيخ. السيارة تمتلكها من حين العقد، تمتلكها من حين العقد، ولكن قد يرهنها البائع حتى تسلم القيمة، هذا يسمى الرهن. وأما البيع فهو ينعقد بمجرد العقد وهي ملكك، ولكن يرهنها البائع على قيمتها، هذا لا بأس به. نعم. سؤالك الثاني بركان. بخصوص العقيقة يا شيخ، إذا كان مثل لدي ولد وبتبرع مثل أحد أقاربه بعقيقة وحدة وعقيقة خلاها فيما بعد، لا بأس بذلك إذا عق عنه، سواء عققت عنه أنت هذا هو الأولى، لأنها من حق الولد على والده، لأنها من حق الولد على والده، أو عق تحملها أحد غيرك لا بأس بذلك. ويجوز أن تذبح الثنتان عن الذكر جميعا وأن تفرق لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم.
هذه أخت مصرية مقيمة بالرياض تقول الشيخ بعض النساء تعتقد بأن هناك لباس معين خاص تلبسه المحرمة أو المرأة في الإحرام. ليس لإحرام المرأة لباس معين إلا أنها تترك لباس الزينة وتلبس اللباس العادي وتتجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لبس القفازين على الكفين وكذلك لبس البرقع أو النقاب على الوجه وتغطي وجهها بالخمار أو بالشيلة التي على رأسها. نعم. تقول لها فقرة أخرى شيخ صالح بأن عندها أولاد 10 سنوات و7 سنوات و3 سنوات، تقول هل نأخذهم معنا في العمرة؟ نعم خذهم معكم في العمرة، المميز يحرم عن نفسه وتوجهون أنتم، والذي دون التمييز أنتم تنوون عنه الإحرام وتجنبونه محظورات الإحرام وتطوفون به وتسعون به محمولا وتقصروا أو تحلقوا رأسه. نعم. أبو عبد الرحمن من القنفذة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. بارك الله فيك. أبغى أسأل الشيخ. تفضل. سؤالي أبغى التكبيرات الأربعة للجنازة، الدعاء في التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، بارك الله فيك. نعم. وش فيها؟ أبغى الدعاء عليها، أبغى أفرض الدعاء وش هو؟ بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة مباشرة، وبعد التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة تسلم عن يمينك تسليمة واحدة. نعم. شكرا. إذا كانت المرأة، تقول السائلة شيخ، حامل وتخاف من النفاس أو يصيبها دم في العمرة، ماذا يلزمها؟ نعم. تقول إذا كانت المرأة حامل وتريد أن تؤدي عمرة وتخاف أن يصيبها شيء من الدم في أثناء العمرة، ماذا يلزمها؟ إذا كانت الولادة قريبة وتخشى أن تحضر الولادة فلا تعتمر حتى تخلص من الحمل بالولادة ثم تعتمر على راحتها. أما إذا كان الحمل في بدايته وتريد أن تعتمر فلا مانع من ذلك، وإذا كان ينزل عليها دم فإنها تتحفظ منه وتتوضأ إذا أرادت التطوف، تتوضأ لأن خروج الدم ناقض للوضوء، تتوضأ عند إرادة الطواف وتكمل عمرتها والحمد لله. نعم. يقول السائل يا شيخ، لو ترك الإمام التكبيرات في صلاة الاستسقاء ماذا يلزمه؟ لا شيء عليه، لأن التكبيرات الزوائد سنة، إن أتى بها فهذا هو السنة والأفضل، وإن تركها فليست لازمة، إنما الواجب تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، هذا الواجب. نعم. تقول السائلة، هل تدخل الأظافر التركيبة في الوصل وكذلك الرموش الصناعية بالنسبة للعينين بالنسبة للفتاة المقبلة على الزواج؟ كل هذا حرام، لا يجوز لها أن تلبس الأظافر التي غير حقيقية، هذا لا يجوز. وكذلك الرموش، هذا من الوصل، يعتبر من الوصل ومن تغيير خلق الله، وعليها أن تبقى على خلقتها التي منحها الله إياها وتتزوج على طبيعتها، هذا أيضا من الغش، هذا يعتبر من الغش للزوج والتدليس، تبقى على خلقتها تتجمل بما يباح لها التجمل به، وأما أنها تعمل أشياء ليست من خلقتها فهذا لا يجوز وهو غش. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل شيخ، بالنسبة لرمي الجمرات، فالرمي بالحصاة التي قد رمي بها هل هو صحيح وما الدليل على ذلك؟ إذا كانت في ساقطة في الطريق فلا بأس، أو ساقطة تحت حوض الجمرة لا بأس، أما إذا كانت في الحوض فلا يأخذها من الحوض ويرمي بها. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ أيضا يقول عندي أسئلة خاصة في العمرة، وهو تقديم السعي قبل الطواف. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالطواف، وكذلك أصحابه، وكذلك المسلمون لا يزالون. إنما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال: يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. هذا يسأل لأنه لم يشعر، أما يتعمد هذا الشيء ويبدأ بالسعي ثم يروح للطواف، هذا عكس السنة. نعم، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم. بارك الله في الشيخ على ما بين لنا من هذه الفتاوى القيمة والمبنية على الكتاب والسنة. شكرا لكم أنتم أيها السادة على تواصلكم مع فضيلته. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ يزيد بن محمد الماضي والزميل محمد عبد العزيز الحامد، كما أشكر بقية وفريق العمل معي في الرياض في استوديو الرياض. هذا زميلي ناصر البقومي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.